رقم 12 وهي زيما ستؤثر لوضعية فريق أولمبيك فريندا. إذن هادو كانوا نتيجتين. سنتابع حمزة مرزوق، ما كاينش خطأ. خطيرة هذه المحاولة، خطيرة هذه المحاولة المغربية التطواني، والهدف. أي 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 أي. خطيرة هذه المحاولة والهدف الأول، الهدف الأول وفرحة تطوانية. خطأ في الإبعاد الدفاعي، خطأ في الإبعاد الدفاعي، وهدف الأول. سنتابع الإعادة مرة أخرى. إذن سنتابع. أمير برخادي تدخل في المحاولة الأولى، سلمان ودرحاج أعتقد هو الذي سجل. انفعال، أقولها انفعال مبرر من أمير برخادي. نشاهد الآن هذه المحاولة، فشل في تطبيق خطة التسلل. كرة كانت أمامية، لم يكن الإبعاد، خطأ فادح، أقولها خطأ فادح بقدر ما أشدنا في العديد من الأخطاء تبقى واردة في كرة القدم، ولكن خطأ فادح للعمري، يوسف العمري، خطأ كان فادح. فاد المحاولة الأخيرة حمزة بورزوك، تحين الفرصة، مرر، وتدخل جيد لأمير برخادي، ولكن سلمان ولد الحاج من وراء المدافعين يسجل الهدف الأول. إذن يمكن أقول بأنه هدف مباغت، هدف مفاجئ لفريق المغرب التطواني أمام فريق الجيش الملكي. ونحن الآن في حدود الدقيق تونغرا. في الوسط حاول الآن والهدف. فريق الجيش الملكي يسجل الهدف، وفرحة أنصار الجيش الملكي. إذن خطأين دفاعيين كان وراء تابعوا الآن هذه المحاولة. يوسف العمري، محمد كمال هو الذي سجل الهدف بالكعب. تابعوا الآن، مرر ولكن ارتطمت بأحد اللاعبين لتعود لمحمد كمال، كما أنه لعب مع واحد اثنين، وبالتالي الهدف. فريق المغرب التطواني سجل الهدف الأول من خطأ دفاعي، ومرة أخرى يسجل الهدف التعادل من خطف من خطأ دفاعي. ترفع الكرة عالية، ضربة راسية، والهدف. هدف لفريق الجيش الملكي إجرة. إجرة يسجل الهدف الثاني بالنسبة لفريق الجيش الملكي. إذن الهدف الثاني. سنتابع الإعادة. سنتابع الإعادة لهذه اللقطة الأخيرة. رفعت الكرة أنس العزيم، وإجرة بدون حراسة. إذن يسجل الهدف الثاني فريق الجيش الملكي بعد أن كان خلال هذه اللحظات يمكن أن تأتي بالخطورة زهير نعيم. وضربة جزاء، ضربة جزاء لفريق المغرب التطواني. قلت بأنه الخطورة تبقى واردة في أي لحظة. دخول نعيم ولا يسيرك حل. تابعوا الآن من وراء هذه التمريرة، هو يسير لك حل التسديدة الأخيرة. تابعوا في هذه اللقطة والمحاولة الأخيرة التي أعطت على إثرها ضربة جزاء. إذن مباراة غريبة وعجيبة، مباراة عجيبة وغريبة بطبيعة الحال. فريق المغرب التطواني قلت بأنه المباراة عرفت لحظة توقف، خصوصا بعد أن سجل فريق الجيش الملكي الهدف الثاني. والآن سنتابع فريق المغرب التطواني. قاب قوسين ودنا من تسجيل هدف التعادل. زيد كروش، محمد أمير برقادي، فرصة تسجيل الهدف الثاني. إذن زيد كروش
يسجل الهدف، يسجل الهدف بواسطة زيد كروج، الهدف الثاني، التعادل في نتيجة هذه المباراة، التعادل في نتيجة هذه المباراة. فريق الجيش الملكي يمكن أقول بأنه ضيع العديد من المحاولات. زيد كروش سجل الهدف في مرمى الحارس محمد أمين مرقدي، والآن المباراة ستدخل